الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع كتاب مختصر منهج السنه والكلام على الرافضي الخبيث الذي ملا الدنيا كذبا وعويلا على ولايه التكوين. قال فصل في ابطال استدلال الرافضي على امامه علي بالنص، يعني يقول بان النص، فهنا يقول بأن إمامة علي بن أبي طالب. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، الرافضي الخبيث يقول بأن علي بن أبي طالب ولايته بالتنصيص. قالوا ما في أحد كانت ولايته بالتنصيص إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخبيث يقول الوجه الثاني من ولاية علي بن أبي طالب، يعني يقول أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. يعني هو يقول إذا كان إمام يبقى يجب أولا شرط لإمامتي أن يكون يعني منصوصا عليه، لما بينا من بطلان الاختيار، وأنه ليس بعض المختارين لبعض الأمة أولي من أولى من البعض المختار الآخر، ولأدائه إلى التنازع والتشاجر، فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أو جبنا نصبه. وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام. يعني هو بيقول بالإجماع الذين على ما قلتم من إمامتكم كأبي بكر عمر، وده نوع الذي طالبني بالمناظرة على كيف تولون عمر المخطاب وليس أهلا للخلافة، يعني ما يكونش فيها أنه من ضمن ما سيتكلم فيه أكيد هو أنهم غير منصوص عليه. وهذا طبعا كذب وافتراء من هؤلاء الذين فيهم ما فيهم. إخواننا في غزة الآن يمطرون، الإخوة تكثف الدعاء وتدعو لهم، ونسأل الله جل في علاه أن يزيل عنهم هذا الهم والغم، والله ينتقم من هؤلاء الملعين، اللهم انتقم منهم وممن عاونهم وممن رضي بهم وممن قواهم وممن أعطاهم، اللهم انتقم منهم جميعا يا رب العالمين. فأقول إخوتي الكرام، يعني يقول إذن غير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع، هذا الذي قاله. وقد قال بأنه يشترط في الإمامة أن يكون منصوص عليه، وهذا لم يأتي به لا الكتاب ولا السنة ولا فقهاء أهل السنة ولا كتب الفقه ولا كتب الحديث، ولا أحد قال بأنه شرطية. أقول إخوتي الكرام، إذن هذا الرافضي الخبيث قال بأن علي بن أبي طالب ولايته هي ولاية التكوين، الولاية هذه منصوص عليها، وأن الإمام لا يكون إماما إلا إذا كان منصوصا على إمامته. هذا الذي ادعاه هذا الادعاء، وقال إذن كل أئمتهم ما جاء النص لأئمتهم، كل أئمتهم ما جاء النص به، وعلي بن أبي طالب جاء به النص. وهذا طبعا مسألة الولاية على التنصيص ما جاء بها كتاب ولا سنة ولا فقهاء الأمة ولا اعتقد أهل السنة والجماعة أنه يشترط لولاية، بل أمور يكون بالتنصيص. وإحنا قلنا تنصيب الإمام له طرق ثلاثة، إما التنصيص كما قال بعضهم أبو بكر أو عمر بن الخطاب، لما قال أبو بكر وأبو بكر نص على عمر بن الخطاب، أو اجتماع أهل الحل والعقد كما كان في أبي بكر رضي الله عنه، أجمع أهل الحل والعقد عليه وعلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن الجميع، أو بالتغليب وبالتغليب كما قال السلام، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. نعم. وإذا قوله غير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع كذب متأكد، فإنه لا إجماع على نفي النص عن غير علي، بل جاء النص على أبي بكر، وأكثر العلماء على أن أبي بكر منصوص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل أنا أحق من أبي بكر، ثم سكت ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ولما جاءت الجدة تسأل المرأة العجوز النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فإن جئت فلم أجدك، قال اذهبي إلى أبي بكر، فإن جئت فلم أجدك، قال اذهبي إلى أبي بكر، اذهبي إلى أبي بكر. ومن ذلك ما كان من قياس الأولى، وهذا الذي قد يعني علمه الصحابة واحتجوا به، عندما قال نعم علي بن أبي طالب، فقال أبو بكر قال وليت عليكم ولست بخيركم، فقال له قال أقيلوني، فقال له علي بن أبي طالب والله لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا،
راضيك يا النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فلذلك قال العلماء هذا دلالة على أنه منصوص على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا يعني الصحيح أنه ليس منصوصا عليه، المنصوص عليه هو علي بن أبي طالب، وأيضا عثمان بن عفان كان بإجماع الحل والعقد. وأيضا يقال لهم الإجماع عندكم ليس بحجة، كما قال ابن تيمية الإجماع عندكم ليس بحجة، لما الحجة في قول المعصوم، فيعود الأمر بقى هنا على قول المعصوم. يعني لابد أن يقول علي بن أبي طالب أنا المعصوم وأنا المنصوص علي في الإمامة وأنا الإمام، لابد أن يقول بذلك، لأنه لو قلنا الإجماع على أنه منصوص عليه تقولون الإجماع ليس بحجة، الإجماع ليس بحجة عندكم، إذن وما الحجة عندكم؟ ما في حجة إلا بالنص عن المعصوم، هو اللي يقول بذلك. ولذلك أيضا حتى لما تكلموا عن القرآن قالوا القرآن يعني القرآن الناطق، إن أردنا شيئا من القرآن يبقى القرآن الناطق، يقصدون بذلك الإمام، ولا يعولون إلا على كلامه. يبقى إذا مطلوب من الإمام وهو علي بن أبي طالب، مطلوب منه أنه يقول أنا المنصوص علي أنني أنا الإمام. ومن الأجوبة أيضا قال ابن تيمية جواب خامس هو أن يقال ما 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 تعني بقولك يجب أن يكون منصوصا عليه، لأنه لابد من أن يقول هذا هو الخليفة من بعد فاسمعوا له وأطيعوا فيكون الخليفة بمجرد هذا النص، أم لا يصير هذا إماما حتى تعقد له الإمامة مع ذلك؟ فإن قلت بالأول خيل لا نسلم وجوب النص بهذا الاعتبار، والزيدية مع الجماعة تنكر هذا النص وهم من الشيعة الذين لا يتهمون على علي. وأما قوله إنه إذا لم يكن كذلك أدى إلى التنازع والتشاجر، فيقال أيضا النصوص التي تدل على استحقاقه الإمامة وتعلم دلالتها بالنظر والاستدلال يحصل بها المقصود في الأحكام، فليست كل الأحكام منصوصة نصا جليا يستوي في فهم العام والخاص. فإذا كانت الأمور الكلية التي تجب معرفتها في كل زمان الحمد لله كل زمان يكتفى بها فبهذا النص، فلأن يكتفي بذلك في القضية الجزئية وهو تولية إمام معين بطريق الأولى والأحرى، فإن قد بينا أن الكليات يمكن نص الأنبياء عليها بخلاف الجزئيات. وأيضا فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة في أن بعض الجماعة حق بها من غيره استغنى بذلك عن استخلاف، والدلائل الدالة على أن أبا بكر كان أحقهم بالإمامة ظاهرة بينة لم ينازع فيها أحد من الصحابة، ومن نازع من الأنصار لم ينازع في أن أبا بكر الأفضل المهاجرين الأنصار، وإنما طلب أن يكون منا أمير ومنكم أمير، حتى بين له أبا بكر أنه قال له الإمامة في قريش، فمن نزعهم فيها أكبه الله في النار ولا يبالي. فإن قيل إن كان لهم هوى منع من ذلك بدلالة النصوص، قيل وإذا كان لهم هوى أيضا عصوا تلك النصوص وأعرضوا عنها كما ادعيتم أنتم عليهم، فمع قصدهم القصد الحق يحصل المقصود بهذا وبهذا، ومع العناد لا ينفع هذا ولا هذا. وجواب سادس أن يقال النص على الأحكام على وجهين، نص كلي عام يتناول أعينها ونص على الجزئيات. فإذا قلتم لا بد من النص على الإمام، إن أردتم النص على العام الكلي على ما يشترط للإمام وما يجب عليه وما يجب له، كالنص على الحكام والمفتيين والشهود وأئمة المصلين والمؤذنين والأمراء أمراء الجند وغير هؤلاء ممن اتقلت شيئا من أمور المسلمين، فهذه النصوص ثابتة ولله الحمد والمنة عليها. وجواب سابع أن يقال أنتم أوجبتم النص لألا يفضي إلى التشاجر المفضي إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصه، فيقال الأمر بالعكس، أن أبو بكر تولى بدون هذا الفساد، وعمر وعثمان أيضا تولوا بدون هذا الفساد. وهناك جواب ثامن بعد الحلقة إن شاء الله نتكلم عن الجواب الثامن بإذن الله تعالى. أخوتي هنا وقفنا في الكلام عن الرد على الخبيث الرافضي الخبيث الذي يقول بأنه لابد للإمام يكون منصوصا عليه، وأن علي بن أبي طالب هو المنصوص على إمامته إمام التكوين غير منصوص عليها لغيرهم. آمين ربنا يهمنا الإخلاص. فيقال حبيبي الله كريم، فيقال هنا عليه في هذا الباب. واليوم السابع أن يقال أنتم أوجدتم النص لألا يفضي إلى التشاجر المفضي إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه، فيقال الأمر بالعكس، فإن أبا بكر تولى بدون هذا الفساد، وعمر تولى بدون هذا الفساد، وعثمان تولى بدون هذا الفساد، فإنما عظم هذا الفساد في الإمام الذي ادعيتم أنه منصوص عليه دون غيره، حصل مقاتل عظيمة، الصفين والجمل
حصل مقاتل عظيمة، فوقع في ولايتي من أنواع التشاجر والفساد التي لأجل يعني الإعدام الأقل منها أوجبت نصبه، فكان ما جعلتموه وسيلة إنما حصل معه نقيض المقصود، وحصل المقصود بدون وسيلتكم فبطل كون ما ذكرتموه وسيلة إلى المقصود. وهذا لأنهم أوجبوا على الله ما لا يجب عليه وأخبروا بما لم يكن، فلزم من كذبهم وجهلهم هذا التناقض. وجواب ثامن، وهو أن يقال النص الذي يزيل هذا الفساد يكون على وجوه: أحدها أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بولاية الشخص ويثني عليه في ولايته، فحينئذ تعلم الأمة أن هذا إن تولى كان محمودا مرضيا، كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي على ما يأتي في زمان الأخير، فارتفع النزاع. وهذا النص وقع على أبي بكر وعمر أيضا لما قال ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر، نعم. وعمر أبو بكر نص عليه وقال لما قال له هذا الغليظ أنت تجعله علينا، قال نعم، وقال إن سألني ربي لأقولن بأنني وليت عليهم أتقاهم وأعلم. الثاني أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة، وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم جميعا. الثالث أن يأمر من يأتيه أن يأتي بعد موته شخصا يقوم مقامه، كما قال قالت له أذهب إلى من إن لم أجدك، قال إلى أبي بكر. الرابع أن يريد كتابه كتاب ثم كتابة كتاب ثم يقول إن الله والمؤمنين لا يولون إلا فلانا، كما قال لا يأبى الله يأبى الله إلا أبا بكر، نعم، ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. الخامس أن يؤمر بالاقتداء به بعده بشخص فيكون هو الخليفة لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فالنصوص كلها جاءت على أبا بكر رضي الله عنه. السادس أن يأمر باتباع سنة خلفائه الراشدين المهديين ويجعل خلافتهم إلى مدة معينة، قال خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة. سبع أن يخص بعض الأشخاص بأمر يقضي أنه المقدم عنده في الاستخلاف، وهذا موجود في أبي بكر كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت قال لها النبي ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال لا يأبى الله يأبى المؤمن إلا أبا بكر إلا أبا بكر، فعلم أن الله لا يولي إلا أبا بكر والمؤمن لا يبعون إلا أبا بكر، وعلم النبي صلى الله أنهم لا يعدلون على أبي بكر، فبطل الدعاء هذا الرجل وبطل كذب هذا الخبيث الذي قال على التنصيص لعلي بن أبي طالب، ولا تنصيص لعلي بن أبي طالب ولا تنصيص إلا لأبي بكر، لو كان تنصيص حقا فالتنصيص لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث بقية أيضا في الدروس القادمة إن شاء الله ردا على الخبيث الذي ادعى كذبا وزورا حقية علي بن أبي طالب بالخلافة من أبي بكر وعمر، وأن ولاية التكوين تكون لعلي بن أبي طالب، وهم ما زالوا في دينهم الذي أسسه عبد الله بن سبأ الخبيث الرافضي اليهودي الخبيث، ودينهم دين اليهود. ونسأل الله أن ينصرنا وينصر المسلمين يعني في جميع بقاع الأرض. رب يرفع البلاء عن أهل غزة، ويرفع البلاء عن الفلسطينيين، ويرفع البلاء عن إدلب أهل إدلب، ويرفع البلاء عن أهل العراق واليمن وأيضا لبنان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.